طلع الشيء كرة العرضية وجول. اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم زوم شو. متواجدين اليوم في استاد علي صباح السالم في نادي النصر. مباريات تعتبر مباريات حاسمه في مسابقه كاس الابير القادسيه امام الساحل، يحتاج نقطه واحده فقط من اجل التاهل، ولكن يبحث عن النقاط الثلاث من اجل عدم مواجهه الكبار في المجموعه الاخرى. خلكم معنا وتابعونا، خلينا نشوف احداث هذه المباراه في زوم شو. كابتن محمد بنيان، اليوم القادسية أمام الساحل يحتاج نقطة، راح تبحثون عن الثلاث نقاط ولا النقطة؟ مثل هذه المباريات يصير اللاعب عنده الشعور خلاص أنا صاعد، شنو توجيهاتكم صارت قبل هذه المباراة؟ كان في اجتماع مع أخوان اللاعبين، الأهم في هذه المباراة ثلاث نقاط، ما هو النقطة طبعا، ثلاث نقاط، احنا في صدد تأكيد تأهلنا لبطولة للدور قبل النهائي. سألني أحد في أحد البرامج تو الحين شنو الآلية اللي راح تعتمدونها عشان تعرفون تواجهون منه؟ ما في آلية معينة، وهذا الكلام اللي نقلته للاعبين، احنا فقط هدفنا اليوم تحقيق ثلاث نقاط والتأهل إلى الدور قبل النهائي بشكل رسمي. منو خصمنا في مباراة قبل النهائي؟ كويت، سالمية، كاظمة، إذا يعني اللي أقصده اليوم لإحراز هذه البطولة واجب عليك تخطي الدور قبل النهائي والنهائي، أيا كان خصمك اللي بتقابله قبل النهائي أو اللي بتقابله بالدور النهائي. ثلاث نقاط هي المطلب الرئيسي لفريق نادي القادسية اليوم، وحتى للعلم يعني احتمال كبير حتى في المباراة الأخيرة راح نريح عدد كبير من اللاعبين اللي نبي نهيئهم حق المباراة النهائية. كابتن محمد بنيان، في ناس كثيرة من الجماهير ومحبين النادي قالوا كابتن أحمد رياحي ولا تقليلا من شأنه، لكن هو مهاجم شافوه في مباريات قاعد يلعب باك يمين، قال في مراحل السنية الصغار في لاعبين ليش ما شفناهم مع الفريق خصوصا في مثل هذه المسابقة. اليوم انا مطلوب مني اني اتاهل، فريق مطلوب مني اتاهل، لا يمكن اليوم ان لاعب صغير في السن يعني دخل في مباراه او مباريات حاسمه. اليوم نتكلم عن مباراه حاسمه، انت تحتاج التاهل، تحتاج اللاعب انك تهيئه حق المباراه النهائيه. شنو الخلل في اشراك احمد الرياحي؟ سلطان العنزي اشرك نفس المدرب في الموسم الماضي كباك ايسر، دفاع ايسر، ولعب تقريبا اربع مباريات قدم فيها مباريات كبيره، يعني خاصه في مباراه العربي كان نجم مباراه وسجل فيه هدف اللي انتهت 2-0. اليوم اللي يلومون على احمد الرياحي، اليوم انا لا الام، عندي عبد الرحمن، عندي سعد ندى مصاب، عامر المعتوق مصاب، خالد رضا ضاري سعيد مصاب، عامر المعتوق مصاب، عبد الرحمن العنزي جهه عمله ارتباط جهه عمله. انا اتكلم عن مباراه اليوم واللي فاتت غيابات تقريبا خمس مدافعين، شنو الباس في انك تلعب احمد الرياحي احد افضل اللاعبين في المبارتين اللي فاتوا في هذا المركز، لعب في مركز الباك الايمن ولعب بشكل جيد وكان اضافه للفريق، شنو المشكله انه يلعب في هذا المركز اذا ظرف حدني مثل ظرف ما وتعرضت لهذا الظرف، تعرضت لعدد كبير من الاصابات اللي نمر فيه احنا نادي القادسيه في خلال الاسبوع اللي فات. سلطان العنزي لعب في هذا المركز اكثر من مره في مركز الباك اليسار وكان مميز وعمل فارغ. اللوم يجب ان يوجه لنا اذا كان احمد الرياحي غير جيد او كان سلبي في ادائه في المباراه، لكن انا اشوف احمد الرياحي قاعد يقدم مستوى كبير في المركز في مركزه الجديد ويعتبر اضافه لنا للفريق، لكن انا اقول جزاك الله الف خير، وهذه طبيعه لاعبي القادسيه مثل ما احتجناهم في اي موقع نقدر نلعبهم. اخيرا الشوط الاول متوقع فيه اهداف لكم؟ احنا ما لعبنا اليوم الا الاهداف الا احراز ثلاث نقاط، انا كلني امل، فريق الساحل فريق محترم واهم اسباب الفوز انك تحترم خصمك، وانا احترم فريق نادي الساحل واحترم المستوى اللي قاعد يقدمه رغم تذبذب مستواه بالفتره الاخيره، لكن احنا كل املنا اليوم ان نحرز ثلاث نقاط حتى لو كان هدف وحيد، انا المهم عندي اليوم احراز ثلاث نقاط والتاهل للدور قبل النهائي. الساحل بعيد عن المنافسه في مسابقه الكاس، ولكن ايضا امام القادسيه دائما يحاول ان يصنع شيء. كابتن فرحان سعد، نتكلم عن هذا اللقاء خصوصا الساحل خارج المنافسه، خلينا نتكلم عن هذا اللقاء، شنو يعني لكم اليوم كلاعبين؟ في ناس تقول الفوز على القادسيه او التعادل، ايضا حضور في مثل هذه المسابقات.
أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعاً بداية المباراة هذه في عندنا عناصر جديدة وحابين نجربهم وإن شاء الله أنهم يثبتون نفسهم. طبعاً مثل ما قلت يعني مباراة القادسية أي فريق يعني حاب أنه يسوي شيء سواء تعادل أو فوز، وخاصة يعني قبل الدوري، فهذه مباراة مهمة بالنسبة لنا وللعناصر الجديدة. بإذن الله أننا قادرين نسوي شيء بإذن الله إن شاء الله. نتكلم عن نقطة، الساحل بدأ بمسابقة الدوري في أولى المسابقات كان يعني مستوى ممتاز، القادسية بصعوبة تغلب عليه، لكن بعدين رتم الفريق صار فيه هبوط، شو السالفة؟ يعني شباب صغار، في عندكم ظروف أنتم كلاعبين داخل الفريق؟ نعم، هو شيء طبعاً إحنا عانينا يعني بعد فترة المعسكر كنا يعني ملتزمين وكان في التزام يعني من كل الأطراف سواء الجهاز الفني، الجهاز الإداري، حتى من اللاعبين، لكن بعد الفترة هذه قل حماس اللاعبين وهذا سبب النتيجة. فالحمد لله أنها يعني جت على بطولة الدوري وبطولة كأس الأمير وبطولة كأس ولي العهد، لكن احنا بالدوري ان شاء الله نطمح ان نثبت نفسنا باذن الله. المباراه هذه راح تدخلونها كذي ولا ايضا حابين بالعكس تثبتون ان فريق الساحل قادر انه يحرج الكبار؟ لا، مثل ما قلت لك الكويت القادسيه الفرق الكبيره يعني حتى لو مباراه وديه الواحد وده يسوي شيء صدقنها يعني تحصل حاصل بالنسبه لنا، لكن ان شاء الله قادرين نثبت نفسنا باذن الله. لاعب اليوم متوقع يكون بالفريق له حضوره، ممكن يكون اسمه حاضر يسوي شيء؟ والله هم اللاعبين كلهم يعني ما يقصرون، لكن في اكيد عناصر بارزه واغلب عناصر اليوم يعني لاعبين جدد وما اخذوا فرصتهم بالدوري، لكن ان شاء الله نتمنى من الكل. اعطيني اسم واحد. عندك فالح العجمي وعندك هادي الحربي، بعد هذول الاثنين ان شاء الله بيسوون شيء بالمباراه. وعلى اليمين القادسيه اللون الاسود مرقم باصفر وفي يعني نوعا ما تكحيله صفرة من خلال ايضا مباراة، وهذه مباراة وبدايتها حلوة، ممكن تلعب لكن كان ممكن تلعب بالأمام، شوف لعبها بالخلف للساحل، شوف حلو حلو يا ولد عليك، كرة حلوة كرة حلوة لاعب الساحل، ملعوبة للساحل ومقطوعة، الله الله، كانت ممكن تكون جول. الفرصة بيد المهاري، بيد اللاعب اللي عنده مهارة، شوف هذه المهارة، شوف تعمل مشكلة الفريق الآخر على طول، وتصلح وتوصل لصالح الشيخ وعبد العزيز، وهو الجول وجول مشكلة المهاري حلوة ملعوبة إلى سيلفا، إلى بدر مطوع يرفع له كرة، وحلوة ملعوبة، الله، حكم المباراة يقول ما فيها شيء، ينشط من وضع، شوف هذه كرة وهذا خطأ، هني ينشط، هني لعب القادسية اللي لعبها بالجول، فراح يلعبها يمين الحارس واليسار، لا خدعة، بالفعل خدعة، هجمة إلى محمد خليل، صالح الشيخ مع بدر، بينية إلى بدر، بدر إيش راح يسوي؟ من اللي راح يطلع له؟ من اللي راح يسوي؟ يا ولد على اللمسات اللي فيها تغيير اتجاه، هذه تغيير اتجاه من دي سيلفا المطوع، هذا هو يا بدر، يعني كرة حلوة من بدر وعبد العزيز المشعاني لما مش كرة، وإذن هدف في الدقيقة 43. فرط حكم اللقاء علي الحداد معلن عن نهاية الشوط الأول بتقدم القادسية بهدفين مقابل لا شيء للساحل. كابتن مساعد ندى، اليوم مباراة مهمة بالنسبة لكم خارج حسابات بالإصابة، وش نقول لك؟ الحمد لله على السلامة وما شوف شر. خلينا نتكلم عن هذا اللقاء وغيابات اللي قاعد تصير معاكم أنتم كعناصر خبرة، شلون تشوف وضع الفريق مع غياب اللاعبين مثل كنت ومثل عامر معتوق وضاري سعيد؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله يعني الفريق ماشي في بطولة كأس الأمير بشكل صحيح وقاعد يقدم نتائج إيجابية. بالنسبة لإصابات اللاعبين طبعا شفت أنت الجدول بعد مباراة كأس نهاية كأس ولي العهد، في مباراة كان في ضغط مباريات يعني كل يومين الثالث على مباراة، فأكيد أنك تحوشك إصابات عضلية لأن الشيء المجهود الزايد وعدم الراحة الكافية أكيد أنها تحصل لك إصابات كثيرة. وشفنا طبعا عندك خالد إبراهيم، عندك عامر معتوق، عندك مساعد ندى، لاعبين كثير عندهم إصابات عضلية. نتكلم عن يعني اليوم المباراة، هذا الشوط الأول خلص بهدفين، التضامن كذلك فاز في مباراة، نتكلم عن يعني
مثل هذه الحسابات لها أهمية ولا بالأخير من ستواجه في المجموعة الثانية يبقى أيضا خلاص راح تواجه هو مسابقة في الدور قبل النهائي؟ والله وش بالتوفيق للجميع طبعا سواء من المجموعة هذه ولا من المجموعة الثانية، لكن القادسية يمشي في طريقة يطالع وين هو رايح وين راح يوصل، ما له شغل بالفرق الثانية من يتأهل من ما يتأهل من راح يقابل قبل النهائي. أهلا وسهلا، نحن جاهزين له. الشباب اللي يلعبوا الحين الشوط الاول شلون انت كلاعب قاعد تجي؟ في الامانه مستوى يعني طيب في الشوط الاول، اداء طيب وهدفين حلوين، نتمنى ان شاء الله تقديم الافضل بعد بالشوط الثاني. اخيرا كابتن مساعد، كابتن احمد الرياحي لعب في مباريات في مركز الباك اليمين، يمكن الجماهير ضاقت واعتبت قالت ليش الكابتن احمد الرياحي لعب؟ طبعا هو راي مدرب، ولكن انت كمدافع شفته بهذا المركز، شفت انه كان اداء منسجم معاكم والامر عدى بشكل طبيعي؟ والله احمد الرياحي يعني لاعب مجتهد، ونوعية اللاعبين هذه تخدم المدرب، يعني احمد الرياحي تقدر تلعبه في كذا مركز، فيمكن ظروف الحاجة الفريق احتاج المدرب احمد الرياحي انه يكون في هالمركز، في هالمركز لسد النقص. يعني شايف انت عندك اصابة ظاهر سعيد، عندك اصابة عامر المعتوق، صار في شوي فجوة في ناحية الظهير الايمن، قدر انه يسدها احمد الرياحي للامانة، كثر الله خيره، قدم مستويات طيبة في المركز هذا. وطبعا مثل ما قلت لك نوعية اللاعبين هذه بالعكس يستفيد من المدرب انه يقدر يلعبه في كذا مركز. كابتن فيصل عجب وأسرة عجب غني عن التعريف في خط الهجوم، وما ادري اذا كان بعد عندكم لاعب ثاني في خط اخر. لا بس كان عندنا مدافع بنادي الساحل وخلاص بطل. بالبدايه بنقول لك يعطيك العافيه، لكن خلينا نعرف بالنسبه حق مباراه اليوم ووجود اللاعبين يعني في خط الهجوم المحترفين وكذلك الخبره بدر المطوع. وكابتن فيصل لا نزل قول، ولكن جلوسه بالاحتياط خلينا نقول يخلق للاعب عنصر نقول الهمه، وانه ليا دوره راح يعطي اللي عنده. هذا شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اكيد لما يكون في تنافس بيني وبين اخواني اللاعبين هو بالاخير شيء زين حق الفريق، يعني لما يكون في تنافس بيننا وبالاخير يكون تنافس شريف. يعني نتكلم عن مثل هذه المباراه اليوم، الشوط الاول ينتهي بهدفين، انتوا على دكه البدلاء، قاعد تشوف ربعك رؤيتك غير هم بالملعب، الى الان تشوف انه ما طلبه منكم المدرب طبق في المباراه ولا في الافضل راح يبقى في الشوط الثاني؟ والله شباب كلهم يعطيهم العافيه، اللي طب اللي بلغهم عليه المدرب الكل قاعد يؤدي اللي عليه بالملعب، وانا اقول يعطيهم العافيه، يعني ما حد عليك صور فيهم من ربعنا. في وايد ناس يقولون القادسية مرتاحة الحين، مجموعة سهلة والمجموعة الأخرى فيها الصعوبة وفيها المنافسة أقوى، هل هذا الشيء عطاكم أريحية ولا بالعكس كان الفرق هذه اللي نقول الفرق مو الجماهيرية كانت فيها صعوبة في مبارياتها؟ لا بالعكس، ترى الأندية الصغيرة هي اللي تضايق يعني بالمباريات مثل هذه، وفي بعد في قبل نهائي، في نهائي إن شاء الله راح نقابل المجموعة الثانية. جماهيركم تطلب بالإنجاز، هذه البطولة الآن على يعني نهايتها ويقول مفترق طرق، قادرين إن راح منكم كأس السوبر، كأس ولي العهد، قادرين إن شاء الله تحققون إنجاز وتفرحون جماهيركم في هذه البطولة؟ بإذن الله إن شاء الله، نوعدهم إن شاء الله بكأس الأمير، همة الشباب إن شاء الله يستاهلون جمهورنا بإذن الله. جو البارد شلونه في هالمباريات؟ اللاعب يقول خصوصا المهاجم يخاف من الطقة ومن الإصابة في مثل هذه المباريات، له تأثيره؟ أكيد كرة القدم يعني إصاباتها معروفة، يعني كلها دائما تكون إصاباتها خطرة، والحافظ الله إن شاء الله. لاعب النادي الساحل، والشوط أول ينتهي بهدفين للقادسية، مباراة ما عليها ضغوط، ولكن دائما نقول لاعبين الشباب اللي يصعدون في مثل هذه المباريات يدورون الفرصة. خلينا نتكلم عن مجموعتكم، أنتم كم واحد لاعب صاعد في الفريق مع الساحل في الفريق الأول؟ مثل ما تشوف 7 لعيبة صغار بفريقنا، وإحنا قاعد نجهز حق الدوري لأن الكأس الحين ما لنا أمل فيه، لأن صعبوها السنة هذه مجموعات، قبل كانت خروج مغلوب. يعني انت تشوف خروج المغلوب كانت افضل لكم انتم كانديه، يعني قول غير جماهيريه او الانديه الصغيره، نقول اي كانت افضل حق الانديه الصغيره لان لها امل خروج مغلوب يقدر يحقق كاس. يعني كابتن علي الضفيري من اسره الضفيري، كابتن احمد الضفيري حاليا يعيش تجربه احترافيه في نادي القادسيه السعودي، تكلمنا بدايه نقلا من اخوك، شلون الاجواء اللي قاعد ينقلها لكم بالاجواء الاحترافيه في نادي القادسيه السعودي؟ ما تشوف الدوري السعودي الحين يمكن من افضل الدوريات العربيه وعالميه بعد، وعند احتراف، عندهم جمهور،
جاهزية قوية حيل. كابتن أحمد اللحدان، مباراة أمام القادسية الشوط الأول انتهى 2-0، ولكن الساحل ما عليه ضغوطات. خلنا نتكلم، أنا عرفت إن ما شاء الله أغلبكم شباب وعندكم اللي يدرس وأنت واحد منهم واللي يعني ارتباطاته في دراسة خارجية. هذا الظروف شو مسوياكم؟ أثرت على فريق الساحل؟ أثرت بس ما أثرت التأثير القوي. يعني شوف الحين قاعد نبلش بالصغار وعندنا فريق جاهز برا، بس الحين قاعد نشوف اللاعبين الصغار عشان ندخلهم بالتشكيلة الأساسية ونلعب فيهم بالدوري، عرفت شلون؟ وإن شاء الله تركيزنا كله على الدوري، لأن يعني الكأس خلاص ما لنا أمل كلش. خلينا نتكلم في نقطة ضرورية اليوم، لاعب الساحل إذا برز شوفه ما يمدي إلا طلع إلى نادي ثاني، نادي العربي القادسية الكويت، وين السبب؟ السبب بالدعم، هناك عندهم دعم، هناك يهتمون باللاعب. هني يعني تقدر تقول إنك لاعب هاوي، صدق هناك لاعب هاوي، بس هناك في دعم، في تحضير صح، في تمرين صح. ما اقول اني ما في تمرين صح، في تمرين صح، بس هناك اهتمام اكثر. الجمهور له دور، ان هذا النادي له جماهير. الجمهور له دور كبير بعد، انت بس تلعب والجمهور وراك يصفق، ياخذك الحماس، تسوي كل شيء. اتكلم عن ظروف اليوم، التفرغات هذه هل موجوده لكم انت اليوم كلاعبين في نادي الساحل، تكونك انت مثلا تدرس او غيرك من زملائك يدرس، ولا محتاجين يكون هناك تفرغات ومثل ما يقولون احتراف كامل؟ احتراف كامل هذا شيء اساسي، ما يصير لاعب الصبح يداوم والعصر يلعب، يعني ما عنده وقت انه ينام صح، ياكل صح، وقته كله مشغول. لما يكون اللاعب محترف صدق، لا دوام الصبح، نومه صح، واكل صح، ويتمرن، يبي التمرين، جاد بالتمرين. انا اقعد من الساعه 7 الصبح اروح الجامعه، ارد العصر على طول على التمرين، وين فيني حيل؟ ما فيني حيل كلش. بسم الله الرحمن الرحيم، عودة مرة ثانية ونواصل معاكم الشوط الثاني من مباراة اليوم بين القادسية والساحل. انتهى الشوط الأول بتقدم القادسية بهدفين سجلهم دي سيلفا. فون أي تصرف، فإحنا طبعا ما نقبل من بدر هذا التصرف، أيضا بالنسبة للاعب الناشئ. كرة ملعوبة حلوة طبعا، لكن راح يشوت شايت، وخطرة طبعا على المرمى، خطرة على المرمى، لأن الكرة مرفوعة بشكل حلو، ملعوبة عرضية. حمد النجار رابطة نادي القادسية، حضور مو اللي يعني فريق اللي قاعد ينافس وياخذ البطولات، وقاعد طالبون بالفترة الأخيرة باعتصامات أمام النادي ونبي التغيير والتغيير، بس هذا ما يرضي أيضا اللاعبين. شوف بالبداية احنا يعني تكلمنا وايد بخصوص الحضور الجماهيري، لكن مثل ما انت شايف الأجواء شوي باردة. ثاني شيء الإحباط اللي مسيطر على الجمهور بالفترة الأخيرة بحكم الوضع الإداري السيء بالنادي، طبيعي تشوف يعني رد، هذا رد فعل بالبداية، هذه تكون ردة فعل من الجماهير، من يعني من اعمال او من ممارسات مجلس الاداره، طبيعي يحوش اللاعب الجماهير شويه نوع من الاحباط. بس اودونا الجمهور القادسيه العام الماضي وكانت لا وقفه مع الفريق، وهو اللي شال اصلا مجلس الاداره. وبالضبط وفي وراح تصير الوقفه ان شاء الله بالمباريات الجايه، راح تشوف ان شاء الله بحكم ان هالمباريات خلاص تعتبر اليوم من اليوم تحصل حاصل. بالمباراه الجايه اتوقع راح يكون الحضور يعني نفس هذا او اقل، بس باذن الله وعدنا نص نهائي كاس الامير، وباذن الله بحاله تاهلنا الى النهائي راح تشوف ان شاء الله حضور جماهير القادسية مثل ما شفتوهم كاس السوبر وبنهائي كاس ولي العهد. انتم كجماهير يبقى الراي الفني، ما في العمق الرؤيه الفنيه مثل باقي المدرب او المحللين. اليوم كابتن احمد الرياحي قاعد يلعب في مركزه وقاعد يؤدي، وانتم عتبتوا على انه ليش قاعد يلعب كابتن احمد الرياحي، هذا هو مؤدي، شنو اعتراضكم؟ وين الاعتراض؟ لا هي 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 مو الاعتراض بحكم احمد الرياحي قاعد يلعب بمركز ما هو مركزه، احنا تعودنا بالسنين الاخيره يعني مثل عندنا كذا لاعب يلعب باي مكان بملعبه، هذا ما هي مشكله كبيره، لكن المشكله ان انت لما تقوم بإعارة كذا لاعب يلعبون بهالمركز بحجة ان انا ما احتاجهم، مثل نفس تصير نفس الحالات هذه، احتجت انت لاعب يعني تعور الاساسي بالباك يمين وتعور باللاعب، ولا انت صعدت لاعب من المراحل السنية، يعني انت سويت شيء غريب، طلعت لاعبين إعارات بحكم ان انت ما تحتاجهم، ولاعبين الصغار بمراحل السنية ما صعدت الفريق، فاحنا ما استفدنا. يعني احمد الرياحي لاعب مهاجم بالمراحل السنية الى تحت 17 سنة كان يلعب نص متأخر، فبحياته ما لعب فريق اول او ما لعب حياته بهالمركز هذا، فاحنا مو الاعتراف. احمد الرياحي ممكن يمشي في المباريات ما يعني ما احترمهم الفرق الاقل مستوى منه، لكن انت باسم توصل مثلا النهائي ولا تلعب ضد نادي الكويت ولا ضد نادي العربي ولا ضد نادي كامل، ما احمد الرياحي ما راح يقوم بالدور نفس ما يقوم فيه بالمباريات هذه. متأملين ان بهذه البطولة كأس الأمير القادسية ياخذ البطولة؟ شوف احنا دائما تعودنا على شيء واحد، ان القادسية اذا دش البطولة
مستحيل يكون دوره انه بس مجرد مشاركه. اي بطوله يدخلها القادسيه يدش كانه او يدش هو المرشح الاول بطوله رغم سوء اوضاعنا. احنا بنهائي السوبر لعبنا نهائي والعهد واحنا مركز ثاني في الدوري، معناته ان احنا موجودين بكل منافسه كل البطولات، وهذه الظروف دائما تشد من لاعبينا، واحنا دائما مو شادين الظهر بحد، شادين ظهر بلاعبينا، جهازنا الفني، جهازنا الاداري، هذيل اللي احنا شادين ظهرنا بالفعل، هذيل اللي احنا شادين ظهرنا فيه، ما هو مجلس اداره ولا يعني حتى حضور الجماهيري، احنا دائما دائما نتكلم ان احنا شادين الظهر بهذيل اللي بالملعب واللي بالاحتياط واللي على المدرج والجهاز الاداري، دائما احنا ثقتنا بهذيل موجوده. اي لاعب ان كان اذا تقصد بدر مطوع، صالح الشيخ، بينية من الرياح إلى المشعان. المشعان لعبها ببوز القدم، كرة مع بلانكو، كرة مع بلانكو، وكرة مع بلانكو، شايت الله كان راح يسجل بأول لمسة. ملعوبة طويلة وهجوة لصالح فريق نادي الساحل، لكن تغطية وتوصل إلى ركلة مرمى. وتوضيح أمور كثيرة، أمور فنية، أمور تحكيمية. وهذه الوقت طبعا الان الوقت الاربع دقائق ونص تقريبا، وصفر اطلق صفارة علي الحداد معلن عن نهاية المباراة. كابتن نواف منصور، اليوم مباراة كانت يعني تحصل حصل للساحل، زميلك عادف رايح لعب في مركز الحراسة، عنصر الخبرة عندك اليوم أداء في المباراة كيف وجدته، وكذلك باقي زملائك اللاعبين امام القادسية، هدفين يفوز القادسية. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والله ما قصروا كلهم الصراحة، والقادسية طبعا فريق كبير، ونفس ما قلت أنت احنا قاعد نعد نفسنا حق الدوري، وأشوف أنه ما قصروا والحمد لله على كل حال. هذه الكرة فوز وخسارة. خلينا نتكلم عن الحارس اللي هو عادل الفريح بالنسبة حق مركز الحراسة، كون هو الحارس الاحتياطي، شلون شفته؟ هل يشكل أيضا يعني مستقبله في مركز الحراسة؟ محتاج وقت طويل؟ شنو مثل هذه المباراة شنو تعطيه هو كحارس؟ لا والله ما شاء الله عليه، يعني ما قصر وأدى اللي عليه، وترى حارس صغيره يعني بالعمر، وإن شاء الله مستقبل قدامه، وإن شاء الله تشوفه من الحراس الزين إن شاء الله. أنا يوم قابلت زملاء قالوا لك كبيرنا بالفريق كابتن نواف، يعني كبروك على الرغم إنه ما شاء الله يعني هم مركز الحراسة يعني يتحمل عمر صغير، يعني عمر كبير عفوا، شلون العناصر الصغار هذيل مع بعضهم، يعني لو كان فيه اهتمام أكثر منهم من أنفسهم وكذلك من إدارة الفريق راح نشوف فريق للساحل للمستقبل قوي بإذن الله. راح تشوف لأن أكثرهم عناصر صاعدين من 19، وإن شاء الله يعني فيهم الخير والبركة وقاعد يتمرنون، بس يبي لهم بعد تونا يبي لهم شوية قلة الخبرة يعني عندهم. طلعتوا من المسابقة، المسابقة كانت نظام الجدول اللي هي قسم يعني وقسم آخر من خلال المجموعتين، نظام مجموعتين شوفه زين ولا مو زين بالنسبة خصوصا حق الفرق الصغيرة مثل الساحل وغيرها من الفرق؟ بالعكس نظام زين لأنه يعطيهم الفرص، يعني يعطيك حقك، ما تلعب لعبة واحدة، ممكن لعبة واحدة ما لك فرصة، لو تطب مع فريق مثلا كبير نفس القادسية، الكويت، العربي، ما يمكن ما تيك فرصة، بس أنا أشوف نظام المجموعة أفضل يعني. كابتن محمد خليل، فوز القادسية اليوم بهدفين مقابل لا شيء أمام الساحل، الشيء الجميل إن دائما القادسية يطلع لنا لاعبين شباب، هذا أنت واحد منهم، جت الفرصة قاعد تلعب، خلينا نتكلم عن أجواء اللي قاعد تصير الآن في مسابقة كأس الأمير وتأهلكم الآن إلى المربع الذهبي. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيك العافية على الكلام، ما تقصر. طبعا الحمد لله حققنا فوز مهم اليوم عشان نرتاح الجولة الجاية، رغم الإصابات لأن تقريبا المدافعين كلهم مصابين، والبركة باللاعبين. نتكلم عن يعني الآن مثل هذه الفرصة يوم تجي للاعب، وإنه يكون ظروف القادسية اليوم محتاجة محمد خليل، وليس تقليلا من شأن محمد خليل، ولكن دائما يقول البقاء للأفضل وكذلك للخبرة، لكن اليوم جت الفرصة وما شاء الله أدائك ممتاز بإشادة الجماهير والمحللين، مثل هذه الفرص يوم تأتي تشوف إنها يفترض من اللاعب شنو يسوي وقت ما تجي لهذه الفرصة؟ طبعا فرصة كبيرة لي ولازم استغلها، إن شاء الله راح أتمسك فيها. لاعب تفاهمت وياه سريع من بدأت تلعب في الفريق الأول وكلاعب أساسي، يعني هذا شيء طبيعي، كل لاعب يصير فيه واحد يمه يرتاح وياه تقريبا. بدر مطوع.
قسم أول من حلقتنا انتهى بفوز القادسية على الساحل وضمان التأهل بثلاث نقاط كاملة في مسابقة كأس الأمير عن المجموعة الأولى. يبقى لقاء آخر مهم ما بين السالمية وكذلك النصر في المجموعة الثانية من أجل التأهل إلى المربع الذهبي في مسابقة كأس الأمير. ابقوا معنا وتابعونا، خلينا نشوف أحداث هذه المباراة. متواجدين حاليا في استاد صباح سالم بالنادي العربي لنقل احداث مباراة في كأس حضرة صاحب سمو امير البلاد. هذه المباراة لا تقبل القسمة على اثنين، اي نقطة راح تضيع من الفريقين راح يقول للبطولة باي باي. اليوم المباراة راح تجمع النصر والسالمية. كابتن بداح الهاجري، مساك بالخير. مساك الله بالنور ورضا. تضحك، منو اللي قاعد يتحرش فيك ورا الكاميرا؟ تحرش هنا الظاهر، اقول ركز على الدوري احسن لك، خليك هدف واحد طماع هو الحين الظاهر يبي هدفين. طبعا اليوم مباراه قمه وحماسيه، ثلاث نقاط مطلوبه من الفريقين لاستكمال المشوار. صحيح، طبعا نتمنى ان شاء الله التوفيق، ونتمنى ان شاء الله مباراه تنال استحسان الجمهور صراحه المتعطش صراحه المباريات. يمكن نظام المجموعه نظام دوري، لكن المباريات اليوم احنا ومباراه كاظم الكويت نظام كؤوس، لان ما تقبل تعادل، التعادل يمكن راح يضرنا احنا والنصر. هي حاليا صارت لخبطه في المجموعه، صار فيها حسبه، الاثاره زادت فيها. صحيح، احنا شوف بالنسبه للحسبه احنا ما نفكر بالمباراه الثانيه لانها بنهم نفس التوقيت. احنا الحين يعني دائما قلنا مباراه كؤوس خروج مغلوب، حتى يمكن الاخوان في نادي النصر التعادل يمكن راح يخرجهم وراح يخرجنا، فبالتالي راح تكون مباراه رغبه الفوز تكون واضحه عند الفريقين والتركيز مطلوب في هالمباريات هذه. فريق النصر طبعا فريق يعني قدم نفسه وقدم له هويه صراحه شخصيه جديده هذا الموسم، كان على مستوى الكاس قدرنا يتغلب على الكويت وعلى كاظمه، يمكن حتى لو فرق المواجهات وهو متفوق على الكويت وكاظمه، وايضا قدم اداء طيب في الدوري، فبالتالي فريق نحترمه احنا ان شاء الله. كلنا نثق ان شاء الله في لاعبينا ان شاء الله انهم ان شاء الله يتجاوزون مباراه اليوم ان شاء الله. النصر منتشي من فوز مثل ما ذكرت على كاظمه، الكويت السالميه جاي يعني من تاثر في الدقائق الاخيره. كابتن بدر خالدي قال احنا خلاص هذه صفحه وانطوت اليوم التركيز في هذه المباراه. شوف دائما احنا الفريق اللي دائما اللي له شخصيه وان شاء الله نادي السالميه له شخصيه دائما يستغل النقطه هذه يحولها نقطه ايجابيه، دائما تكون له حافز انه يثبت ان الاجر بالتاهل. فبالتالي احنا حتى لو فوزنا يمكن على العربي ايضا مطلوب منا راح نفوز اليوم، يمكن تكون حظوظنا اكبر، لكن ايضا لو كان فوزنا على العربي ايضا مطالبين بفوز على النصر وعلى الكويت اذا ما اردنا التاهل الى نصف النهائي باذن الله. قبل اختم يا كابتن مداح، صفوف السالميه مكتمله، في هناك غيابات؟ والله شوف احنا البركه بالموجودين، ما راح اقول الحين هذه مباراه ما راح يفرق اقول لك عندنا نقص ولا ما عندنا نقص، عندنا 11 لاعب ان شاء الله رجل وعندنا لاعبين ان شاء الله موجودين، فبالتالي موضوع النقص ما النقص ما راح يوكل خبل. احنا مو عندنا اذا في نقص ولا بس، لكن في اصابات في غيابات عندنا. شوف عندنا فهد المجمد عنده تمزق عضله الضامه كان بلعبه القادسيه، فهد الرشيدي لا زال يتعافى من الشرخ اللي اصابه بالظهر، سعد فؤاد كان مطرود في مباراه العربي، تعادل مطر نواف مجهول عندهم رباط صليبي. لكن احنا ليش نقول ما عندنا نقص بالفتره الاخيره؟ لان بنفس المجموعه هذه نفس المجموعه قاعد تؤدي اداء وتؤدي مباريات كبيره، ان شاء الله يكملونها في مباراه اليوم ان شاء الله. نتمنى السلامه لجميع المصابين والعوده باسرع وقت للملاعب وبافضل مما كانوا. نتمنى ان شاء الله نتواصل وياك ان شاء الله بعدين ان شاء الله. حياك. شكر لك. هلا طال عمرك. فيصل العدواني، مساء عليك بالخير. مساك الله بالنور يا مرحبا. يعطيك العافيه. عافيك طول عمرك. بردان شن؟ لا والله حراره المباراه مدفيتني. اذا بنتكلم على مباراه اليوم مع السالميه، مباراه لا تقبل القسمه على اثنين. بالضبط. يعني احنا لازم نفوز ان شاء الله. عندنا لعبتها لازم نفوز فيها وننطر الكويت وكاظمه واحد فيهم يفوز. يعني الحسبه هذه دخلت، نقدر نقول النصر دخل نفسه في الحسبه بدايه البطوله، ضيع بعض النقاط. بدايه البطوله ضيعنا ضد الشباب، فزنا على كاظمه، خسرنا من العربي، فزنا على الكويت. يعني على المستوى هذا السنه احنا اللي نعاني تذبذب المستوى. بس فس على كاظمة فس على الكويت في هذه المجموعة، هذه نقطة تحسب. المفروض أن النصر داش منتشي، لكن هذه ممكن يكون سلاح ذو حدين. بالضبط، احنا يعني منبهنا على اللاعبين واللاعبين إن شاء الله قدها،
انه يعني مثل لا اللي يريح بعدين السالميه بيفوز بعد، يعني مو قاعد يلعب على النقطتين، السالميه بيفوز ان شاء الله. احنا ان شاء الله داشين المباراه بتركيز عالي ان شاء الله، والله كريم ان شاء الله. صفوف النصر مكتمل، عندكم غيابات طارد اصابات؟ والله عندنا غيابات، عندنا خالد شمال متعور، بس الباقي الحمد لله فيهم الخير والبركه ان شاء الله. ان شاء الله توقعاتك للمباراه؟ والله ان شاء الله فايزين ان شاء الله. بالتوفيق لكم. تجمعين يا غالي، مشكور. بدر الخالدي يعطيك العافيه. الله يعافيك، الله يسلمك. بدايه مباريات الحين خلاص وصلنا للختام، ختام دور المجموعات، وكل نقطة تكون ثمينة، هي ثمينة من بداية البطولة، لكن الحين على قولتهم سعرها يزيد النقطة. شلون استعداداتكم لهذه المباراة مع فريق النصر؟ أول شيء أرحب فيك وأرحب بالإخوان اللي موجودين. الأمانة يعني قبل لا أبدأ، يعني الأمانة يعني مجهودكم في بداية الموسم صراحة يعني يشكر عليه كإعلام وتغطية المباريات وآخر الأخبار الفرق، يعني الأمانة يعني الله يعطيكم الصحة والعافية. طبعا مثل ما أنت شايف إحنا مباراتنا اللي طافت اللي تعادلنا فيها، توقعنا إحنا بعد المباراة وعقب الأحداث اللي صارت إنه راح نعاني تجهيز ذهنيا حق اللاعبين بما صار بالمباراة اللي طافت، لكن قدر الله ما شاء فعل. لكن الحمد لله يعني لما ثاني يوم بعد المباراة التمرين اللاعبين كان عندهم يعني حافز، يعني رب ضارة النافعة، يعني الحمد لله أن اللاعبين كانوا هم يعني توقعنا إن إحنا راح شلون نطلع جو اللاعبين من هالمباراة هذه نفسيا. اي نعم، لكن الحمد لله رب العالمين، يعني اللاعبين هم كانوا يعني نسوا المباراة بنفس اليوم يعني، والحمد لله يعني هالشيء هذا اعطانا طابع ان اللاعبين يبون المباراة. وبعدها عاد عقب ما تاكدنا سلمنا اللاعبين حق الجهاز الفني، قلنا لهم يبا احنا بغينا نشتغل ولكن اللاعبين شغلهم جاهز. يعني نسوا هذه المباراة وخلاص، نقطتين راحت، المباراة هذه والقادمة هي لتحديد المصير، لازم الفوز بالثلاث نقط في المباراتين عشان ما تدخل في أي حسبة. والله يا صارت، شوف الحسبة الحين صارت مو حسبة الحين مجموعتنا هذه، صارت حسبة بعد حتى تدش في المجموعة الثانية. أنت عارف الحين أنا ما بقابل الفريق هذاك عشان أقابل هذا، أصير الأول أنا أصير الثاني، صارت شرباك الأمانة. لكن إحنا اليوم داشين غير الثلاث نقاط ما ندور صراحة، يعني يا أنه ولا نقطة يا ثلاث نقاط. بدر العنزي يعطيك العافية. الله يعافيك. مساك الخير. بالنور يا هلا مرحبا. شلون الأجواء اليوم؟ والله ممتازة لحد الحين. جاهزين حق المباراة؟ بإذن الله جاهزين. بدر، أنتوا جايين من فوز وعلى نادي مثل نادي الكويت العميد السالمية، جاي من تعادل مع العربي وفي آخر دقائق وأحداث صارت، إذا بتفكر بالمباراة اللي فاتت وهم يفكرون بيضيع تأكيد. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، جينا إحنا من فوز بأخذنا ثلاث نقاط من نادي الكويت، والكل يدري نادي الكويت شنو نادي الكويت. الحمد لله إن شاء الله إن هذا راح يعطينا دافع بالمباراة هذه، وبإذن الله راح نستغله بفائدة لنا، ونسأل الله التوفيق إن شاء الله عشان نوصل لأبعد مكان إن شاء الله. أجمعين إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق. لكن بعد فوزكم على نادي الكويت تعايت مع فهد بالبيت؟ والله تقدر تقول، لأن بآخر مباراة تقريبا فايزين النصر على نادي الكويت يقوم 2009، فكانت منافسة بيني وبينه، والحمد لله استفدت من المنافسة هذه. توقعاتك حق مباراتكم اليوم مع السالمية؟ والله إن شاء الله ثلاث نقاط لنا، بإذن الله قادرين عليها إن شاء الله. ما في مجال للتعادل، ما في مجال لأن يضيعون أي نقطة. أكيد ما في مجال حق ولا غلطة، بإذن الله أن راح نستغل المباراة هذه بدافع الفوز على نادي الكويت، إن شاء الله أن مردودها اليوم بيكون ثلاث نقاط، وبإذن الله فايزين إن شاء الله. بالتوفيق. حبيبي أجمعين إن شاء الله. فهد الخالدي مساء لك بالخير. بالخير يا هلا ومرحبا. فهد، المباراة اللي طافت اللي فزتوا فيها على نادي الكويت كنت موجود من ضمن التشكيلة اليوم الاحتياط، لكن اليوم أيضا زملائك إن شاء الله راح يكفون يوفون والفوز مطلب أساسي بإذن الله إن شاء الله. للأمانة الفريق مركز ومركز حيل، حتى الجهاز الإداري والفني يعني قاعد يقول يعني هدوا شوي من التركيز بعد. للأمانة ثلاث نقاط يعني مركزين عليها أكثر من اللازم، يعني فوق الأمية يعني بالأمية. التركيز زايد هم يشتت. والله إيه، عشان كذي الجهاز الإداري والفني قاعد يقول خففوا تركيز شوية، وبإذن الله اليوم الفريق مركز أكثر من اللازم نفس ما قلت لك، وإن شاء الله اليوم النقاط بإذن الله من ناحيتنا إن شاء الله بإذن الله. نقاط مهمة للفريقين أيضا، السالمية ما راح يفرط بالنقاط الثلاثة. أكيد إيه نعم إيه، بس إحنا أهم شيء إنه ما نركز على يعني ننتظر النتائج الثانية، بإذن الله إحنا راح نركز بالمباراة وراح نأخذ ثلاث نقاط، هذا أهم يعني ما في الموضوع بإذن الله، إن شاء الله ثلاث نقاط من ناحيتنا بإذن الله. وتوقعاتك لنتيجة المباراة؟ والله أيا كان إن شاء الله، بس أهم شيء ثلاث نقاط. إن شاء الله 1-0 بإذن الله ونص صفر إن شاء الله فايزين بإذن الله. بالتوفيق. أجمع إن شاء الله حبيب.
حكم المباراة أيها الأحبة يوسف نصار قد أطلق صافرة البداية في مباراة جدا مهمة. يقود هذا اللقاء طاقم تحكيمي بقيادة يوسف نصار ويساعد أولا يعقوب سهيل وثانيا محمد صادق. قد لا تعني الخروج بالنسبة للسالمية في حالة فوز كاظمة على الكويت. هنا محاولة كرة ملعوبة تلعب داخل منطقة البطايف بحسب الجول بحسب الجول الله طلال للعجمي من فرصة حقيقية وحطها يسارية. الله يا طلال. نادي السالمية محظوظ. السالمية ولا محاولة للرد على هذه الكرة تعود إلى محمود زعتر يدي اللعب يحضر وشوت الله على طول. مرة ثانية عودة الصيفي يحاول فهو اليوم يوم فك العقد بالنسبة لفريق النصراوي. هنا محاولة اللعب عرضية الله مرت يحاول يعديها مرة ثانية إلى محمود البحر. تلعب الكرة جهة اليسار هفوة دفاعية اللعب الله هذه مرة عرضية تحتاج متابعة بالرأس بالقدم. يعطيك العافية. الله يعافيك. العافية. الله يعافيك. ويعطيك العافية. الله يعافيك. معي طبعا جمهور نادي سالمية. أكيد. طبعا. منو بالتحديد من نادي سالمية؟ عدي الصيفي وبعد صالح راتب. ومحمود. فريق النشامة. النشامة صار نادي سالمية. إيه أكيد. توقعاتك للمباراة ليه حد الآن يعني نص ساعة تقريبا مرت. إن شاء الله في فوز للسالمية إن شاء الله. شايف إنه في أمل؟ إيه إن شاء الله. لأن شفنا كنا النصر أخطر كانوا. مرتدة. بس الشباب ما شاء الله عليهم مسكرين وهاجمين ان شاء الله 2-0 السالمية ان شاء الله. شو تتوقع اليوم منو ممكن انه يقول محمود عدي؟ والله صار لهم كم مباراة ما شاء الله عدي ومحمود دائما يقولون فان شاء الله يعني واحد فيهم بيقول الاول وان شاء الله انا صالح واعدني بقول فان شاء الله بيدش ويقول. صالح وعدك بقول؟ ايه ان شاء الله يعني ممكن ان شاء الله في الشوط الثاني نشوف صالح مع هدف يا رب ان شاء الله الله يكتب له. لكن ليه حد الان بعد مرور نص ساعه شلون اداء السالمية؟ والله زينين يعني ماسكين الكره صح لعبون صح للحين بدري عادي يعني معاهم شوط ثاني يعوضون يعني تضيع الفرص هذه يعني اخر لمسه عندهم للحين مو ماشيه معاهم صح. ما دخلوا اجواء المباراه؟ لا هم دخلوا اجواء المباراه بس داخل يعني اللمسه اللي حق المهاجم ايه هذه للحين ضايعه. ان شاء الله يسوونها. ايش رايك في اللعب؟ جيد للحين بس لازم ياخذون بالهم المرتده لان جول مباريات نفس هذه جول ينهي اللقاء. بالضبط خصوصا بانه ما في مجال للتعادل ما في مجال انك تضيع عينك. السالميه اذا تعادل يتوقف على مباراه كاظمه والكويت وعنده حسبه يا الكويت بس خلي التاهل بايدك احسن ما يكون بيد غيرك. تتوقع ان ممكن الشوط الاول نشوف هدف ولا الشوط الثاني؟ الشوط الثاني الاول بينتهي اصفار. راح ينتهي اصفار؟ ايه يعني انت اللمسه الاخيره نفس ما قال ضايعه ومستعجلين شوي. النصر مثل ما قال قاعد يلعب على المرتده يعني شفنا كرتين كان ممكن انه يكون فيها هدف. صحيح فعشان كذي قاعد اقول لك النصر قاعد يلعب على جول اذا حط جول اظن راحت المباراه منك. زين يقول ان صالح وعده في الشوط الثاني راح يدخل ويقول شنو تتوقع؟ كم النتيجه؟ ايه مباراه جول واحد 1-0 السالمي. ما فيها اهداف وايد جول واحد. جول واحد مباراه كاس جول واحد. في محاولة وفي مطالبات ولكن الكرة إلى خارج الملعب. نشاهد الإعادة مشاركة مع عدي الصيفي. يعطيك العافية. الله يعافيك يا ربي. سلماوي ولا نصراوي؟ سلماوي. منو من السالمية بالتحديد؟ أي لاعب؟ عدي الصيفي. عدي الصيفي. شلون شايف مستوى عدي لحد الآن بعد مرور تقريبا 40 دقيقة؟ اليوم يعني متوسط لحد الآن مو يعني مش واجد يعني متوسط حاليا. يعني تشوف أداء النصر أفضل؟ لا السالمية أفضل بس أنت بتسألني على العدي مش القد يعني متوسط لحد الآن. وعلى الفريقين يعني احنا نشوف النصر كان فيه له أكثر من هجمة خطرة. صح بس يعني السالمية مسك كرة أكثر. بس هو مو باللي يمسك الكرة أكثر من اللي يسجل هدف. أكيد أكيد لحد الآن تعادل سلبي يعني 0-0 لحد الآن. توقعتك فيها أهداف المباراة؟ أتوقع نعم. ما راح تنتهي 0-0. ما أتوقع. يعني أتوقع الشوط الثاني فيه تغيير في النتيجة أتوقع. لأن الفريقين يحتاجون 3 نقاط. أكيد أكيد أكيد. تتوقع فوز منه؟ أتوقع فوز السالمية. كم؟ أتوقع 2-0. من راح يسجل؟ توقع توقع. أتوقع محمود زعترة و
ممكن عدي الصيفي اتوقع ممكن عدي ممكن ان شاء الله نتمنى جايب معاك البنات الله يخليهم لك شلونك الحمد لله شو اسمك سالي شو اسمك سدير انت شو اسمك ساره كلكم تشجعون سالميه منو بيفوز سالميه اكيد معلن عن وجود دقيقة واحدة بحسب قرار حكم مباراة اللعب الله لعبة خطيرة ما حد توقعها مرت من المدافع والضربة الركنية اللي يبدو لي قد تكون هي الأخيرة هنا أوه مرور جميل يا سلام على هذه المحاولة الحظ يا كرة الحقيقة في المرمى المفروض من عودي الصيفي أعتقد أن عودي الصيفي ضيع فرصة الهدف الأول ودعونا نقول عن نجم من نجوم هذا اللقاء السمات في شوط المباراة الأول بتمريراته بأدائه ها هي الصافرة النهائية لشوط المباراة الأول بالتعادل بدون أهداف لنا عودة بحول الله تعالى مع مطلع شوط المباراة الثاني إلى اللقاء يعطيك العافية عبد الناصر السهلي أبو مهنة مباراة مثيرة ما بين السالمية والنصر لكن الإثارة لم تكتمل الآن لعدم وجود أهداف أكيد المباراة على الرغم من أنها مثيرة إلا أن الناحية العصبية أثرت على اللاعبين واضح أن الدوافع عندهم الكل يبي يفوز أعتقد هي في فرصتين محققتين ضاعت في شوط المباراة الأول من العجمي طلع العجمي انفراد في المرمى وعندك الصيفي الأخير عدي الصيفي هذا أعتقد كان ممكن يحسبونها لكن تسرع أمام الملعب فريق نادي النصر واضح أنه يلعب بحذر شديد خاصة يلعب على الهجمات العكسية المرتدة فريق نادي السالمية يقدم مباراة لكن ما زال يعني ما يستقل بعض الأخطاء اللي قاعد تظهر فيها فريق نادي النصر خاصة من الجهة اليسرى في دفاع فريق نادي النصر أعتقد كان في فرص ممكن يخلصها التوتر ما زال موجود على الفريق أكيد أنت قاعد تتكلم عن مسابقة غالية كأس سمو الأمير الكل يطمح بالوصول إلى المباراة القبل النهائية والظروف صعبة فريق نادي السالمية جاي من مباراة أمام العربي يعتبرها مفروض أنه فايز فيها لكن بطعم الخسارة تعادل 1-1 فريق نادي الكويت جاي من مباراة بالنسبة له النصر من فوز على نادي الكويت وهذا طبعا عقدة بالنسبة له أنه يفوز على نادي الكويت وفوز عليه 2-1 وقلب الخسارة إلى انتصار فمعنوياته جدا مرتفعة نتمنى نشوف شوط المباراة الثاني نقول شوط الحسم شوط يكون فيه أهداف فيه استفادة من الأخطاء المدافعين خصوصا بأن هذه النتيجة نتيجة سلبية ما يتمناها الفريقين ولا الجمهور ولا حتى المعلق لا أكيد هي أسوأ ما يمر علينا إحنا كمعلقين قاعد تشوف مباراة بدون أهداف فرص إحنا نستمتع مباراة يعني بالنسبة لك أنت كرياضي أو كمتابع ترى تعطيك جو أنت يعني تستمتع فيها تكون في أهداف في منافسة تكون حلوة حتى تسديدات تكون في منتهى روعة لكن تكون فيها عصبية شوية وشد أعصاب يعني ما تستمتع فيها بالمعنى الواضح حلو أيضا في المباراة أنه في هجمات من الطرفين شفنا كور خطرة في بعض الأحداث والحالات يعني شفنا الجمهور قام يبي هني ما أتوقع كان ضربة جزاء مالت عدي لكن النصر ممكن والله شوف أنا بالتحكيم أحاول أتكلم فيه يعني لأن الحكم الأحداث نتكلم عن الأحداث بشكل الأحداث يعني أعتقد في محللين راح يتكلمون إذا كان في ضربة جزاء أو غير ضربة جزاء لكن أنا بشكل عام أنا يعني شوف أن التحكيم جيد في شوط المباراة الأول وأن النصر يعني أدى مباراته ولياقته البدنية عالية وقريب من مكان الحدث أنا كمشاهد في مونيتور ما كان عندي وضوح واضح أن في ركلة جزاء أقدر أتكلم عنها اللعب طبيعي يعني في كرة القدم لازم يكون في احتكاك في مو كل لمسة أنا بحتسب لو حتى اللاعبين ما احتجوا ما شفنا احتجاجات من اللاعبين ما أعتقد أنا الشوط كان مثالي من ناحية التحكيم ما أعتقد أنه في يعني خطأ يستحق أن نتحدث عنه من ناحية التحكيم قيادة مثالية طبعا وتحية للحكم يوسف نصار والطاقم المساند له في هذه المباراة بالعكس لحد الآن مباراة ماشية بسلاسة لكن ينقصها الأهداف أكيد شوط المباراة الثانية أتمنى إن شاء الله يتخلص اللاعبين من التوتر اللي فيه اللي حصل لهم ويلعبون بجدية أكثر ويستفيدون من الأخطاء اللي قاعدة تحصل أمامهم تتوقع فيها أهداف ولا بتنتهي سلبية والله فيها جوال فيها جوال ما توقع سلبية يعني توقع شوط الثاني راح بس ما راح تكون جوال وايد يعني أتوقع فيها هدفين بس المباراة ما توقع أنها راح تكون
لان العصبيه بين اللاعبين والخوف من الخساره اكثر ترى من الخوف من الرغبه بالفوز. انا قاعد الاحظ لما يكون فريق يلعب يخاف من انه يدخل في هدف اكثر من الرغبه في التسجيل، فاذا صار هدف يعني بيحاول بيسك اي، فبالتالي لازم يستقلون الاخطاء مال المرمى. في اخطاء قاعد انا اشوف في اخطاء حصلت في شوط، في استغلال، ما في استغلال. هل اتمنى ان يستغلونه في شوط المباراه الثانيه حتى يمتعون الساده المتابعين. نتمنى ان شاء الله نشوف شوط ثاني مثير مليء بالاهداف، ونتمنى التوفيق للفريقين. وكل الشكر لك يا ابو مهند. كل الشكر لك دشتي، وعساك على القوه يا رب. انتهى شوط المباراة الأول بالتعادل بدون أهداف، وهي نفس النتيجة اللي انتهت عليها نتيجة مباراة الكويت وكاظمة ذات الصلة في هذه المباراة. شوط المباراة الثاني إذن ينطلق أيها الأحبة من حكم المباراة. هنا محاولة سريعة لنادي السالمية على الجهة اليسرى، بيحاول فيها بلعبة عرضية وتحضير وشوت، الله، فرصة الهدف أيضا تضيع. مهمة فريق نادي النصر، لكن ربما يكون قاب قوسين أو أدنى فريق نادي النصر في المباراة الماضية. هنا محاولة ويتقدم، وحالة انفراد ثانية وتنحاط ويلعبها، الله، فرصة الهدف الأول تضيع. كرة النقل توصل لجهة اليسار العجمي، يبدأ الله مقشرة وتمر ويحطها، الله، ثلاثي الرعب النصراوي. فريق نادي السالمية هناك فرص ضائعة في هذا اللقاء، النتيجة تبقى على ما هي عليه. التوقع في تسجيل هدف ما زال قائم. هنا محاولة تسديدة بتمر، حطها، خلصها، الله، جول الهدف الأول لنادي السالمية. بعد مرور نص ساعة نتيجة 1-0، هل تتوقع في هدف ثاني؟ إن شاء الله، لنا يعني الحين اللعب انفتح، النصر فتح اللعب، كان محتاجين هالجول. احنا كنا محتاجين هالجول، بس عندك النصر كان يلعب شوط الاول مدافع اي على المرتده، واحنا ضيعنا 3 اهداف ممكن منهم جولين محققين، ولكن الحمد لله الله وفقنا يبنى جول الشوط الثاني، وان شاء الله يا رب العالمين توفق بجول ثاني ان شاء الله يا رب. ما اتوقع ممكن ان النصر يخطف جول، ممكن النصر فريق عنيد ومستواه وايد متطور، واشهد انه فريق يعني ممتاز، خصوصا في الأثناء الحين الكويت متخلف بهدف، هذا عطى الأمل الأكبر لسالمية إن شاء الله. بس إحنا حتى مواجهتنا مع الكويت لازم نفوز عليهم، إيه التعادل ما نلعب للتعادل، لازم نفوز. هناك كاظمة يسجل هدف، كرة اللعب، الله، روعة، هي الكرة من الاثنين، روعة. خالد الرشيدي مرة ثانية تألق في الشوط الأول، وهذه الكرة بطرف الصابعة فيها هدف ثاني. شون الحين فتحت المباراة؟ والله كل احتمالات فيها، أنت شايف يعني النصر قاعد يضغط عشان يعوض الهدف اللي عليه، والسالمية بالمقابل متحذر وبالمرتدة يحاول أنه يسجل الثاني عشان يريح. لازم الثاني عشان يريح، لازم يعني، وإذا انفتحت والمفروض النصر خلاص يفتح اللعب يعني، لأن بديش يقول يعني، لأنه ممكن يخطف جول بأي وقت، ممكن يخطف جول بأي وقت ويحرجك بالدقائق اللي ما يمديك أنك تعوض. أي فالأفضل الحين أنك تستغل مرتدة صح، تسجل منها هدف إن شاء الله. كل التوفيق حبيبي. ها بأقل الأضرار، كرة ملعوبة وداخل منطقة وتحضير، ويبعدها المدافع إيمانويل. ما زالت الكرة للصيفي بيلعبها بالراس، يلعب برا. دقايق والأعصاب مشدودة والله جدا، حيل. فيها هدف؟ والله إن شاء الله نتمنى، يعني من الشوط الثاني النصر قاعد يهجم هو المستحوذ، وإن شاء الله يضيع، بس هم يبقى نعطيهم الثقة ونقول لهم يعني استمروا، وداء صراحة يرفع الرأس. ممكن يخطفون التعادل؟ بحيل الله، بحيل الله. كرة السالمية هم ممكن يخطف الثاني؟ نعم، كرة قدم ألعب الأخير ثانية،
وان شاء الله نجيب لو نجيب الجول والثاني بعد بحيل الله. ما يمدي الثاني والله، احنا نجيب الاول. هذا شو تتوقع هالهجمه؟ والله والله ان شاء الله ان شاء الله موفقين. جزاك الله خير، جزاك الله خير. الكره الاماميه بيحضرها بوكو بارفو، وبوكو الله برافو خالد بزوز. لا هجمه خطره، اوف خطره، وقت خطر، مو وقته جول. اي والله مو وقته خلاص يعني. ان شاء الله الله يستر. باجي كم؟ ما باجي شيء، 4 دقائق ان شاء الله، ان شاء الله تصير مصالحنا يا رب. يعني يعني الفوز اليوم ان شاء الله ندش بالمنافسه. يعني هناك كاظمة ايضا لحد الان متقدم على 1-0. اي فان شاء الله يا رب تنتهي 1-0 بس ما يخطفون جول ثاني. والله ما يندرى يعني، مباراه انا اقول لك مباراه وايد صعبه مفتوحه بعد الهدف. والنصر اي، والنصر ترى على فكره يعني منافس، يعني حتى اذا فاز اليوم العمل يدش بالمنافسه. فالله يستر ان شاء الله تكون مصالحنا. يعني التوفيق لكم يا ابو حبيبي. حبيبي مشكور على العصب ما عليه. انت مسوي لي غاوان على اعصابي ما عليه. ادري والله يدري. حبيبي حبيبي موفق. تسلم تسلم. الركله الاخيره تلعب من جديد، ولكن الكره اقرب الى حارس المرمى، ويعلن سيدتي يعني سادتي حكم اللقاء يوسف نصار عن نهايه سعيده وفوز صعب لفريق نادي السالميه. كابتن ظاهر، نقدر نقول لفريق النصر جود لك اداء وهارد لك نتيجه. اول شيء الحمد لله على كل حال، طبعا ما في شك. اول شيء مبارك حق فريق السالميه، اهم فريق اجتهد وحصل 3 نقاط، لكن اعتقد ان احنا كنا احق في المباراه، مباراه كامله يعني. احنا لاعبين ترى مباريات، يمكن السالميه ريح مباراه، احنا ما ريحنا اخر 4 مباريات. عدينا من ناحيه دفاعيه، الناحيه الهجوميه طبقنا كل شيء، لكن هذه كره القدم، اذا ما تقول تخسر 3 نقاط. لكن بشكل عام ادينا مباراه ممتازه، ادينا مباراه طيبه، كان طموحنا نصعد. لكن اقول مبروك للسالميه وهارد لك في النصر، كبير فريق شاب، فريق طموحه، تغييره للافضل خلال فتره بسيطه. انا اعتقد هذا يحسب للاعبين، اشكرهم جدا واحد واحد. اكيد يمكن الاداء كان ممتاز طوال يعني شوطي المباراه، لكن غاب التركيز واللمسه الاخيره. وهني عاد فروقات تجي لخبره اللاعبين، لما تشوف انت يعني لاعبين السالميه لاعبين الخبره مع لاعبين النصر. لكن انا ترى والله مو زعلان ان نخسر، يعني اكيد بزعل، لكن ان نقع في مجموعه صعبه للمره الثانيه في كاس العهد، ترى هذه هم يمكن شويه ظلمه اللاعبين، لكن هذه ان شاء الله خيره، هذه لا تعطيهم خبرات كبيره في المستقبل. اتوقع ان شاء الله يستثمرونها لمصلحتهم ان شاء الله. نشوف هذا المستوى يعني في مشوار نادي النصر في الدوري ان شاء الله. ما في شك، وهذا اهم اهدافنا الدوري. الاهداف الثانيه اللي هي الكؤوس، يمكن كاس العالم ما توفقنا ان تداخلت البطولات وركزنا، كاس الامير ركزنا، اعتقد قدمنا مستويات طيبه، نتائجنا نوعا ما انا اقول يعني فوق 5% زينه. لكن بالنهايه اللاعب يفكر دائما في الصعود، عدم صعوده يعتبر بالنسبه فشل، لكن اشوف انا هذا اكبر نجاح للفريق انه يتغير في خلال سنه الى بالطريقه هذه. انا اعتقد ان شاء الله اقول لهم مبروك بعد، مو هارد لك. شيء يحسب للنصر وللكابتن ظاهر عدواني ظهور الوجوه الشابه اللي شفناها في كاس مولا. طبعا ما في شك، وترى لا زلنا عندنا وجوه ثانيه موجوده يعني حتى في تحت 19 17، لكن نحتاج الوقت. انت عارف الحين ما في مجال وقت يعني كل يوم 3 مباريات، لكن اعتقد نملك ان شاء الله ذخيره ولا لاعبين ان شاء الله في المراحل السنيه، وان شاء الله المستقبل لنا ان شاء الله. كل التوفيق لكم. الله يسلمكم، مشكورين حبيبي. الله يسلمك. هدي صيفي مبروك. الله يبارك بعمرك يا رب، الله يسعدك. 3 نقاط مهمه في هذا التوقيت. الحمد لله رب العالمين. انت عارف يعني مباراه اليوم كان بالنسبه لنا كثير مهمه، لانه بننافس على التاهل بعد يعني تعادلنا مع العربي. الحمد لله رب العالمين، اليوم الشباب قدموا مباراه كثير كبيره زي ما انت شايف، الحمد لله اداء ونتيجه اليوم. ان شاء الله نستمر على هذا الاداء. اليوم خلص خلصنا مباراه النصر، اخذنا 3 نقاط،
الحين بنفكر مباراة الكويت اللي هي أهم بالنسبة لنا، إن شاء الله تكون من نصيبنا ونقدر ناخذ 3 نقاط نتأهل للدور نصف النهائي. نقدر نقول مباراة الكويت تعتبر مباراة نهائية بالنسبة لكم؟ طبعا بالنسبة للفريقين راح تكون مباراة نهائية بصراحة أحكي لك، فإن شاء الله ربنا يوفقنا في هذه المباراة وتكون من نصيبنا ونتأهل، لأنه بصراحة يعني المجموعة هاي أنت شايف مجموعة قوية، وخاصة كمان نادي السلمية تعرض للظلم في المجموعة هاي بصراحة أنا بوجهة نظري. في النهاية هاي كرة قدم، إن شاء الله إنه نتوفق في المباراة الجاية وناخذ 3 نقاط ونتأهل إن شاء الله. كل التوفيق. حبيبي الله يسعدك يعطيك العافية. الغفور مبروك. الله يبارك فيك. كنتم متوقعين هذا الفوز خصوصا بأن أنتم محتاجين هذا الفوز وهالـ3 نقاط. أكيد كنا داشين بعزيمة إن ناخذ 3 نقاط يعني بأي شكل من الأشكال، والحمد لله الله قدرنا على هذا بعزيمة رجال ونصايح المدرب اللي يعطيه العافية صراحة، وقف معنا بعد مباراة العربي ورفع معنوياتنا ودخلنا المباراة صراحة جاهزين 100% حقها. يمكن شفنا في خلال شوطين المباراة مباراة مثيرة على الرغم من عدم وجود أهداف، يعني هدف واحد، مباراة كانت مغلقة نوعا. صح، لأن كان هناك أمل للفريقنا بالتأهل، فكان في تخوف من الفريقين بدخول هدف مبكر، فيعني إنه يخربط خطط الفريق خلال الشوطين، بس الحمد لله قدرنا بالأخير نسجل هدف ونحافظ على النهاية، وإن شاء الله يكون سبيل حق تأهلنا المباراة الجاية إن شاء الله ضد الكويت، راح تكون بالنسبة لنا نهائي، وإن شاء الله بإذن الله هذا يكون طريقنا قبل النهائي باذن الله. وقين ابو غفور قلبي يا جماعين. نايف مبروك. الله يبارك فيك. متوقع كنت بتسجل هدف حاسم في هذه المباراه؟ والله شوف المباراه كانت بالنسبه لنا اهم شيء الفوز، سواء انا قولت ولا عودي ولا زعتره ولا مدافع ولا ايا كان، المهم حتى الجول شيء. أيوة خالد عظيم، اهم شيء كان الفوز ولله الحمد خذينا، يمكن انت مثل ما انت شايف اليوم يمكن احنا ما خذينا بس 3 نقاط، احنا خذينا بعد مستوى وكسبنا روح وكسبنا رجال بالملعب لله الحمد، وان شاء الله انه يكون في اداء افضل ان شاء الله مباراه الكويت. وهذا دافع لكم للمباراه القادمه، المباراه القادمه راح تكون مع نادي الكويت هي شبه نهائي. طبعا طبعا مثل ما انت عارف نادي الكويت نادي كبير يحتاج تجهيز سواء من اللاعبين او الاحتياط، وان شاء الله يا رب ان نكون بافضل جاهزيه حق هالمباراه الكبيره. توفيق لكم ان شاء الله. اجمعين ان شاء الله. مبروك كابتن محمود الفوز و3 نقاط. الحمد لله رب العالمين، ومبروك لنا وهارد لك لفريق النصر. الحمد لله ربنا اكرمنا 3 نقاط، هيك صار منا كبير في التاهل ان شاء الله، يعني هاي صفحه طويناها ان شاء الله. مباراتنا الجايه مع الكويت يعني لها حسابات ثانيه، وعسى الله يوفقنا المباراه الجاي. الحمد لله يعني في مباراه قاعدين نفرق ونتفاهم ونتجانس مع بعض اكثر كلاعبين، في لاعبين ردوا لنا للفريق كانوا مصابين شوي، كان التفاهم اولها صعب، بعدين الحمد لله رب العالمين ربنا اكرمنا وقدرنا نتفاهم بعض وسجلنا، لكن احنا لسه في عندنا شغل ان شاء الله كثير ومركزين المباراه الجاي، وبعدين فيها بس 3 ايام بعدها الرابع واليوم في مباراه، يعني احنا راح يكون في جهودات، لكن ان شاء الله يعني الفريق جاهز سواء الاساسيين او الاحتياط ان شاء الله. والمباراه هذه خلاص صفحه وانطوت و3 نقاط موجودين، المباراه القادمه راح تكون اصعب و3 نقاط مهمه بشكل اكبر، خصوصا تعتبر شبه نهائي. صحيح، يعني خصوصا مباراتنا ضد فريق الكويت، يعني فريق الكويت فريق كبير ومعروف على مستوى الساحه الكويتيه، ولكن ان شاء الله يعني احنا مستعدين لهم، وان شاء الله فريقنا اتم استعداد زي ما قلت لك، الحين في عندنا بس 3 ايام راحه، لازم نقدر نتدارك الامور ولازم نقدر نسترجع، فبتوقع ان المباراه راح تكون بصراحه من كل الطرفين شرسه، لانه احنا وياهم بدنا نصعد، وان شاء الله ربنا يكرمنا نكون احنا من التوفيق لك. تسلم يا كابتن، تسلم، الله يرضى عليك. بكذي وبعد ما انتهت هذه المباراة بفوز السالمية بهدف نظيف على النصر، وزادت حظوظه للتأهل إلى الدور القادم والمربع الذهبي من كأس حضرة صاحب سمو أمير البلاد، بانتظار المباراة الأخيرة اللي راح تجمعه مع العميد. نلقاكم على خير ونقول لكم إلى اللقاء.